والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن جنين طوله 1 سنتيمتر. مثل ما تلاحظون في هذه الصورة، صورة حقيقية لجنين بشري عمره 5 أسابيع ويبلغ طوله 1 سنتي. على الرقم من صغر هذا الجنين إلا أننا نرى فيه تفاصيل كثيرة تدل على عظمة الخالق تعالى. تأمل أن هذا الجنين فيه آلاف الملايين من الخلايا، جميعها جاءت من بويضة ملقحة وفق برنامج دقيق جدا. يستمر مع هذا الجنين طيلة فترة حياته وحتى بعد ولادته وحتى وفاته. صراحة ما نقول سبحان الله الذي أتقن كل شيء صنعه وحاط بكل شيء علمه. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق من 1 إلى 5، والله أعلم.